بس عايز اسال سؤال واحد بس محيرني وهيجاوبه ضيوفنا الكرام. ايه الاحتقان ده؟ ليه الاحتقان؟ انت فارس صدرك ليه؟ اما احنا نقول طبعا كل الاحترام وكل التقدير للحكام المصريين. بس اما احنا نقول احنا مش عايزين حكام مصريين علشان الماتش فيه ظروف كتيره جدا جدا صعبه على الحكم المصري، واحنا عايزين الحكم المصري يبقى موجود في ماتش ما يبقاش فيه مشكله. وما انت تعين حكم مصري، انت عايز ليه تنهي على الحكم المصري؟ سؤال بسيط جدا، انت ليه عايز تعمل احتقان بين الزمالك والاهلي؟ انت عايز تعمل احتقان ليه بين جماهير الزمالك وبين جماهير الاهلي؟ انت عايز تعمل احتقان ليه وما تنفذش اللوائح؟ ليه؟ انا عايز سؤال، عندك لائحه بتقول 1 2 3 4، اجي واحد اقول لا 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 واحد دي هتأذي نادي معين، خلينا في ثلاثة ما فيش اذى ليه، فننفذ ثلاثة وبلاش واحد. طب واحد دي اتنفذت قبل كده؟ لا 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 لا، يعني كان ظروف ايه؟ طب المفروض تمشي على لوائح عشان نحترمك، المفروض تمشي على قانون الرياضه، اللوائح، البنود اللي موجوده في اللوائح علشان كلنا نرفع لك القبعه. انما هتعمل بميكيالين ليه؟ انت عملت حاجات ورفعنا لك القبعه، جيت نفس الحاجات لا مش هعملها، يبقى كده في حد في الدنيا يعمل كده؟